أطلقت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة ضمن تطبيق التراسل التابع لها سكايب، تسمح بإضافة حتى 50 شخصاً إلى المكالمات الصوتية والمرئية، بعد أن كانت الميزة تخضع للاختبار على مدى الأسابيع الماضية. وبفضل هذا الدعم الموسع أصبح سكايب متفوقاً على عدد من تطبيقات التراسل الفوري الشائعة الأخرى مثل واتساب وجوجل هانج أوتس وإنستغرام التي لا تسمح بهذا العدد من المشاركين في المكالمات الصوتية أو المرئية.